يسأل يقول توفي الوالد وترك 5 أولاد و4 بنات وبيت. الأخ الأكبر يرفض تقسيم الميراث وقد توفيت أختان ولم يبقى إلا الذكور وأختان، والأحفاد يطالبون بنصيب أمهاتهم من الميراث، ولكنه مصر على ترك البيت ذكرى من الوالد يرتقي به الأبناء، فهل يجوز ذلك؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. إذا هذا الكلام على وجهه هكذا أرجو أن يكون شكوى، مجرد شكوى، لكن إذا كان على وجهه فهذا الأخ الأكبر الذي حبس ميراث أبيه عن أبنائه عن إخوانه فهذا ارتكب جريمة كبرى، يرتكب جريمة كبرى ولا يحل له هذا، بل الواجب أن يقسم الميراث في يعني الورثة على طول بمجرد ما يتوفى الميت، يصرف عليه من ميراثه في دفنه وتكفينه، وهذا أول شيء، بعدين يسد عنه ديونه التي تركها للغير، كان عليه دين يقضى دينه، ثم إذا كان له وصية أوصى بها قبل موته تنفذ هذه الوصية، هذه الثالثة، ثم بعد ذلك تقسم التركة بين الورثة، ولا يجوز لأحد يعني أن يحبسها، حبس هذه الوصية حرام، كما قال جل وعلا: للرجال نصيب ما ترك الوالدين والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدين والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، لا بد. وإذا كان بعض هؤلاء الورثة يعني صغار بعد ما بلغوا الحلم فيكون يمسك ماله الولي، يمسكه حتى إذا كبر يعطيه ماله، يعني نعم ما يسلمه ماله إلا إذا يعني وكبر، كما قال يعني بلغ الرشد، وإذا كما قال تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم فيهم فإن أنستم رشدهم فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا ومدارا أن يكبروا. فلا بد من دفع المال للوريث اللي هو بيكون طبعا هذا يتيم، هذا مات إذا بلغ الحلم وكان راشد، إذا بلغ الحلم مبلغ الرجال وكان راشد فيسلم له مال، وأما إذا كانوا بالغين فيجب تسليم المال لهم رجالا ونساء، وحبس المال الواحد مقتدر وحبس المال كأخ أكبر أو الابن الأكبر للميت وحبس المال عنه يكون حبس وتأخيره هذا يعني ذنب عليه كل تأخير، لأن هذا أمر مفروض أن يعني أن يوزع ويوزع في وقته. فهذا الكلام الآن إنه هذا الولد يعني الابن الأكبر هذا للميت بيقول أنا أحبس هذا البيت عشان يكون للجميع، ما هو الحق، هذا مال الجميع، هذا مال الورثة كلهم، وليس من حقي أن يحبس شيئا منهم، فهذا حرام ما يجوز. ويعني أكل مال اليتيم في هذا ذنب عظيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا.